مهموم لا مهموم مهموم لا يرقد النوم ولا يرقد النوم هيني هي ومشروح في مسكن الروح والجرح جاني عادم هي يعني زيتك ودزتيني هاني جيتك فاض علي اللوم دزتيني هاني جيتك فاض علي اللوم ونايد قاعد في حوايش بيتك رقدت خضاك النوم رقدت خضاك النوم رقدت خضاك النوم رقدت وانتي على الحزارة فشتي يا خد المشموم دزتيني هاني جيتك فاض علي اللوم قاوي والبارات شوي قاوي والبارات شوي واش بدي نعمل في الشي قولوا لامك قولوا لبوك قولوا لخوك هالك روش صعيب علي جيتي انا قالوا لا سايبتني شي قلت برا لي انا جيب طيب خضره هاني مشيت لقاها الدنيا غالي غالي يا سيدي لما كلفت وسط في النادي ربيت عرفت ربيت في النادي حسبها لي ب 2000 ويش هاو ما جيش هكا هاو الاسعار غالي خويا شوي لا وليد عمي الله ما عادش الزوال مات بعد الحين ورسول الحمى ايه تبقوا في 15 يوم تباتيش مره ولا في الشهر كان تريتيني عندي صغيرات هذيك الوحده فك الصغار ها يكبر هون كل حد على راحة ندريش عليهم ويهبوا هون عزاب مطيشين عباد ولدي في شنعم تلاقوا بس نقبوا نقبة هذاك هو كل عباد طيب لك اليوم المرأة يا وقلت لها طيبين اسميخة الأخرى خلينا نلعب وكلوشنا بالخضرة كما فهم شيء لعبوا كل شاتنا بالخضرة وكهو الحمد لله الحمد لله الشدة في رب اي اي من 75 ما من الوقت الصعيب وقت صعب شرتها ب 100,000 الشرط نتاعها ب 100,000 وقت غالي ب 100 ولا شرط رخيص يا رخيص تو هاي ملاي ربي بجيب امراه وبالصاله وبالنوم ولا احنا حتى في كامل قش نطلع نعرس عرست ب 100 دينار والله بمية دينار الشرطة نتاعها وناوي كهو هاو عندي 50 سنة بس حبيتها مشيت خطبتها ولا خطبوها لك بوك احنا هذيك نمشي ونجي كل يوم الرجل قلت غال هاكاهو كيفاش عرفتها؟ ها؟ كيفاش عرفتها المدام؟ ما هو واحد كيما لو جوا ها؟ هي عرفني هاكاهو كيفاش حكي الوالد مشايخ لهالك؟ لا الوالد الله يرحمه بابا خلاني ولدي 17 سنه عنده 52 سنه ميت الله يرحمه ايش وتراحم مال الوالد اخذت هذه الوالد ما تعرفها قبل العرس ولا عرفتها في العرس؟ لا لا قبل العرس عرفتها ما شنو ديما لابسه لهنا لهنا ولهنا وتسفساري كيفاش تشوف شباب تو اليوم يتعرف عليها عامين وثلاثة ومن بعد ما يعرسش يا ولدي تو هاو كأنه معرس تو كأنه معرس ما عادش فيه هذاك هو غير ما نعرف حاج ربي ها تبدلك في الوقت مش نعرف حاجتنا هني ربي يقدر قداش كلف لك العرس قبل؟ والله ما ندري عليه ولدي ما عندناش حساب قبل كيما يجي هكاك ما كانت الدنيا رخيصه شوي وقت الخبز يمكن ب 30 فرنك ولا 40 فرنك قداش عمرك عرست؟ عرست في 25 عام 75 بالضبط والتو كذا 70 سنة عمر عمر عام 50 تو عندك 49 سنة عرس تو 49 سنة عرس ما تعرفش مع المرأة حتى مرة يا ولدي يا تحبها لخصة درجة انت غال هذا غال يا رجل تو كيف بها عزوزتي مش نسمى المعزوزي كان يقول لك تعرس بالمرأة الثانية لا ما عاش نجم ما عاش تو رجل كبير بعد في تونس مسرحين الزوجة الثانية تتزوج عليها؟ واش برها مسرحين؟
مرتي مقيمه بيا والله يرحم والديها ومليك لو معي ولد وين هذا حرام اللي عمل فيه ما دام مرتي عزوسي مسدده بس عليه اه ماتت يا كاكاك ساعتك انا وضحي ماتت قدر عليها ربي لك شنو الفرق ما بين نسي قبل ونسي تو؟ فما فرق ياسر بكري تحمل طيب خبز الطابونه وطيب خبز الغناي وتغربل وتكسكس توا ما عادش توا هاو نجيبو فيها مكناين ما يعاونلكش حتى الكسكسي ما يعاونهالكش مناي في الخليرات وندور ومشوانت ومنا ومنا ربتهم امنا لا لا نخدم على روحي وانا لا لاجد نلقط في الخبز كاهو نجيب لهم باش ياكلوا كاهو المراه توا تنجم تربي صغارها توا الله اعلم تو بكري الرب وحال وتو بكري حتى كي يمرز يعملوا له شويه كليل ولا ساعتل ولا يقوم ينقز كيما غاد تو هيك هاي دويات وزرالك وزرالك بعد 60 و70 و80 مازال تو شباب يحترم الكبار كما قبل لا تو ما عادش باش نقول لك ما عادش تو بكري حسره بكري حتى جارنا ما تكيفوش قدام الدخان تلاقي عمري كي هكا ما تلاقيش بدون جريده توا قول الله يلطف بينا وبيك الله يلطف بينا وبيك تعرف تغني؟ ايها بايا شكيت يا ودا سيديني هاني جيتك فاض علي اللوم ناي قاعد في حوايش بيتك رقدت خذاك النوم رقدت خذاك النوم رقدتي وانتي على الحسارة فزتي يا خد المشموم ودستيني هاني جيتك فاض علي اللوم يا عمري